السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديده. قررت انني كما قلت لكم في واحد فلو لايف انني غادي نبارطاجي معكم لي ماسك اللي خديتهم من مينيسو وعجبوني، وخديت عاوتاني كلك زوتر زاشا اللي غنبارطاجيهم معكم في هاد لا فيديو. ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه، وما تنساوش تضغطوا لنا على زر الاعجاب. اول حاجه البنات هما هاد لي ماسك هادو اللي خديتهم من مينيسو، من لا مارك مينيسو. خديت هاد لي 3 ماسك، خديت هادا كيما كتشوفوا ماسك ديال الخيار. هذا البنات واعر واعر، جربتوه نتوما ديجا مفتوح وجربته صراحه زوين. كي درت ليك لا ني انستونطانيمون، يعني داك الساعه كيبان لكم المفعول ديال الماسك. وكذلك يدير واحد الترطيب زوين ا باز ديال الكونكومبر جابوني. راكم عارفين لي برودوي جابوني ولي برودوي كوريان كيفاش كيكونوا في ليفيكاسيتي ديالهم. دونك كيما قلت لكم غير تيقوا فيا، خذوا هاد لحقاش كيكونوا كيبيعوا 3 ماسك ب 29 درهم. دونك انا خديت كو داكشي اللي كنحتاجو في البشره ديالي، هو ليكلا وليدغاتاسيون. دونك هذا بالنسبه ليا يعني الترطيب وليكلا، الاشراقه والترطيب. دونك هانتوما هنايا اللي يدغى تري تري بيان لا بو، كيرطبها سورتو قبل من مورا ما انكم تغسلوا وجهكم مزيان تنطفوه وتوضعوا ماسك قبل ما تبغيو ديروا ميك اب ولا شي حاجه، ولا سولمون انكم تبغيو تعتنيو بالبشره ديالكم. دونك هذا البنات خذوهم بعينيكم مغمضين، واعر بزاف، يعني عارفه بلي انا زوين بزاف، يعني مجرباه خطير وكيرطب البشره زوين. كاين كذلك هذا البنات، هذا رائع، هذا احسن من هذا بزاف. انا لابو ديالي كانت فيها واحد لي طاش برون ديال الحبوب في لو كونتور ديال الوجه ديالي، وكنت محتاجه فريمون شي حاجه اللي ترد ليا البشره ديالي الاشراقه ديالها. وخليت هذا الماسك هذا فريمون كيوحد اللون بواحد الطريقه خياليه، اي سورتو قبل من انكم ديروا ميك اب ولا هذا، كيخلي داك لابو نقيقيه، ما كيبقاوش داك الفون دو تان كيتكتل ولا كيتقشر، يعني ما كيبقاش داك المشكل ديال تقشير البشره ديال انها كتقشر. هذا البنات خذوا هذا وهذا وزيدوا عليه هذا، حتى هو ديال ليكلا، هذا حتى هو خاص بليكلا. ها هو مازال ما درتوش انايا، غير هو انايا فاش كنمشي للمينيستو البنات كيبقى يبانوا لي دوك لي باكي اللي كيكونوا كيحطوا فيهم لي ماسك، كيبانوا لي اللي خاويين اللي زعما قربوا يساليو ليهم، هما اللي كنمشي كناخذ منهم، يعني كيكونوا الناس ديجا مجربينهم ومجربينهم كيجيو نيشان كياخذوهم. فهمتوا البنات هادشي؟ دابا خاصكم تبقاو تمشيو للي ماغازان تلاحظوا بلاصه اللي فيها غير كلكو بيس، هذوك هما اللي تاخذوهم. كاين كذلك ديال الخضار، ولكن ما فيهش فيه بزاف، يعني الناس ما كياخذوهش. هذا ديال سالاد دو فروي، باغ كونطخ ديال سالاد دو فروي الناس كيمشيو ليه نيشان، يعني بقاو فيه غير كلكو بيس، جوج ولا ثلاثه، وهذا بقى فيه واحد، هو اللي خديته انا هو هذا، وهذا حتى هو فيه كلكو بيس. يعني انا فهمت انه هادو هما اللي كيتمشاو ليهم بزاف، وفعلا واعرين بزاف، سورتو هذا خطير، وهذا حتى هو ديال الخيار حتى هو زوين بزاف. باغ كونطخ هذا مازال ما جربتوش، غادي نقدر نجربو معكم شي مره في شي فيديو ان شاء الله. المهم 3 بيهم بثلاثه بيهم 29 درهم، صراحه مزيان يبقاو عندك هكا في الستوك ديالك، باش وقت ما تحتاجي ماسك ديريه في البشره ديالك، يعني كيكون ماسك جاهز، ما تحتاجيش انك تبقاي توجدي وتصاوبي هادو لي زانغغيديون ناتوريل. وخديت كذلك هاد لي غازوار ديال لي سورسيل، هادو ديال الحجبان، بعض المرات كيبقى ينوضوا ليا الحجبان من الجناب، يعني ما كيبقاش ليا الوقت باش انني نمشي الكوافير نصاوبهم. خديت هادو راه معروفين البنات موس ديال الحلاقه، ولكن ديال الحجبان. هانتوما ديجا هنا مرسوم الحجبان، شفتوهم؟ هي هنا ديجا كاتبينها غازوار سورسيل، باش نوريهم لكم كيفاش كيكونوا دايرين. ها هما الشكل ديالهم، شفتوا؟ تيكون داك الموس ديالهم تيكون متموج، هذاك هو اللي تاخذوه باش ما كيكثرش الشعر. عاد ما غاديش يبغي يتصاوب. المهم انتما كما كتشوفوا راه كيبان من هنايا، ها هما شفتوه؟ داك الموس كيكون متموج، هذاك هو اللي تحاولوا تاخذوه. بالنسبه للثمن ديال هذا وقيله شي تاهو شي 29 درهم الا ما خفتش نكذب، وراه كيمشيو دغيا دغيا البنات. انا شحال وانا كنمشي لمينيسو على قبلهم ما كنلقاهمش، يقولوا لي راه
ريبتور دو ستوك ما كاينش عندهم. دونك غير على الله مشيت هاد المره هادي ولقيتهم يلاه جايبين ستوك ديالهم ولقيتهم وصافي وخديتهم. كاين بزاف ديال الانواع غير هو خذوا هادو اللي تيكون فيهم هاد الموس هذا متموج يعني مزيان ما كينوضش الشعر بزاف. هذا اللي فيه الموس متموج مزيانين. المهم انا راه بقاو لي هنا منهم غير جوج لان كنستعملهم اشاك فوا كنستعمل غير دو فوا تخوا فوا كنرميهم يعني راه كيكون فيهم قله شي خمسه لا ماخدتش كده تيكون فيهم شي خمسه لا 4 بياس هي دايرين 4 بياس دونك شي اربعه وصافي بقاو لي غير جوج منهم. هادشي اللي خديت للناس من مينيسو مؤخرا. المهم راه بزاف ديال لي تروك خديتهم وما قدرتش نبارطاجيهم معكم لان صافي لونطون باش انني غبرت عليكم راه شهر هذا تقريبا. من مرجان خديت من كارفور اون فيت خديت هادو لي هاد اللوين هذا ديال هاد الفيرني هذا كيجي اللوين ديالو زوين بزاف انتوما هاد اللوين زوين بالنسبه لا ريفيرونس ديالها 120 بينك كلاي كيجي بحال هكا واحد اللوين ما عرفتش كيفاش غنوصفو لكم بحال موف فاتح نتوما هاد الموف فاتح زويون. وخديت كذلك هذا اللي كيكون بحال هكا بحال عكر ديال 24 ساعه البنات هذا غير خذوه بعينكم غامض سورتو بالنسبه للبنات اللي ما كيعكروش بزاف كيبغيو هكا شي حاجه اللي خفيفه. كاين هذا ديال كاتريس هانتوما هذا راه ماشي اللون ديالو الحقيقي هو كديروه كيرطب لكم الشفايف وان ميم طون كيخلي واحد اللوين خفيف بحال عكر ديال 24 ساعه الميم برينسيپ ليب جلو لا ريفيرونس 010 1 gold fits all. المهم هذا زويون بزاف البنات راه داير ضجه كثيره داير ضجه كبيره في يوتيوب ولا في انستغرام ايتو. دونك هذا الفيرني هذا حتى هو ديال كاتريس صراحه لي فيرني كاتريس زوينين البنات كيبقاو يبانو بحال دايره الجلال كيجي زوين حتى هذا هو زويون هذا حتى هو رائع انتما كيما كتشوفوا هذا خذوه البنات بعينكم مغمضه بالنسبه للثمن ديال هذا شي 60 درهم والله ما عقلت وهذا وقيلا بشي 20 درهم ولا 29 درهم. فوالا هادشي اللي حطيتو من كاتريس. من المرجان الداخل دايرين بروموسيون مؤخرا مشيت للمرجان وبقيتو دايرين بروموسيون ديال هاد لي غازوار ديال فينوس سورتو هادي ديال البشره الحساسه دايرين ليها بروموسيون 67 درهم هما راه كيتباعو غاليين شي 120 درهم ولا ما عرفتش ولكن انا كنت دايزه غير على الله ولقيتهم دايرين ليها بروموسيون افيك 3 الشفرات ديال البشره الحساسه وفيها جوج ديال لي ريشارج. المهم كتقيت تبقى لك انت هاد العيبه هادي وكتقيت تبدلي غير هادوك لي ريشارج راه كيت لي شارج كيتباعو بوحديتهم انديفيديوال. المهم هادي ديال البشره الحساسه جو بونس بلا لوي فيرا نشوف اييه بلا لوي فيرا. المهم البنات هذا صراحه هادو زوينين سمعت عليهم بزاف انا اول مره شريتهم ما عمرني شريتهم وغادي نجربهم ان شاء الله وغادي نرد عليكم نقول لكم كيفاش زعما كيفاش كت زعما واش زوينه ولا لا. دونك فوالا لي في هادشي اللي خديته مؤخرا بالنسبه للمنتجات ان شاء الله دابا نعاود نبارطاجي معكم الحوايج لان خديت كلك حوايج وما بارطاجيتهمش معكم باش كيما قلت لكم صافي لونطون ما درتش فيديو في يوتيوب. دونك من بعد نقدر نبارطاجيهم معكم. كنضرب لكم موعد اخر ان شاء الله في نوتر فيديو كنبغيكم بزاف واللي جربت شي منتج من هادشي هذا اللي وريته لكم ما تنساوش وما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم كنقراكم كاملين وكنضرب لكم موعد اخر ان شاء الله في نوتر فيديو كنبغيكم بزاف الى فراشين ان شاء الله. السلام عليكم.